أهلا بكم. قال مراسل الجزيرة أن السفير الأردني في ليبيا قد أطلق سراحه وأنه في طريقه الآن إلى العاصمة الأردنية عمان. وكان مسلحون قد اختطفوا السفير الأردني في طرابلس فواز العيطان الشهر الماضي، وطلبوا بالإفراج عن الإسلامي المعتقل في الأردن محمد الدرسي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2000 بتهمة تخطيط تفجير المطار الرئيسي في البلاد. معنا من بنغازي مراسل الجزيرة أحمد خليفة. أحمد، هل لنا معرفة الظروف التي تمت فيها إطلاق سراح السفير الأردني فواز العيطان؟ نعم، منذ حوالي تقريبا الساعة أقلعت طائرة من ليبيا في اتجاه الأردن. هذه الطائرة يوجد بها السفير الليبي فواز العيطان. مصادرنا أكدت لنا أن عملية إطلاق السفير تمت بعد وساطات عدة. هذه الوساطات أجراها بين الخاطفين والحكومة الليبية عدد من الوسطاء لإتمام عملية التسليم والاستلام. أيضا عملية التسليم والاستلام سبقتها زيارات على مستويات مسؤولة بين الحكومتين الليبية والأردن لإتمام عملية التسليم والاستلام، كما سبقها أيضا توقيع اتفاقية لتسليم السجناء بين الحكومتين الليبية والأردنية. الصفقة كانت، أو عملية التسليم والاستلام عفوا، كانت تقضي بأن تتسلم السلطات الأردنية السفير الأردني فواز العيطان الذي كان مختطفا، في مقابل أن تسلم الأجهزة الأمنية الأردنية السجين الليبي لديها محمد الدرسي المعروف أو المشهور بمحمد النص. يبدو أن العملية تمت وفقا لاتفاق بين الحكومتين الليبية والأردنية، والسفير الآن في طريقه إلى أسرته في الأردن، وما زلنا نحاول التأكد الآن هل وصل السجين الليبي محمد الدرسي إلى أسرته في مدينة بنغازي أم لا، مع أن هناك تواترت لدينا عدة مصادر أن محمد الدرسي عاد بالفعل إلى أسرته في نفس الطائرة التي أقلعت وكان على متنها السفير الأردني فواز العيطان. هذا ما توفر لدينا من معلومات حول هذا الموضوع. الخارجية الليبية أعلنت عبر الوسطاء وعبر وسائل الإعلام الليبية أن عملية التسليم والاستلام تمت بوسطاء بين الحكومتين الليبية والأردنية، وأن الخارجية الليبية هي من لعبت دورا كبيرا في عملية التسليم والاستلام وإطلاق سراح السفير الأردني الذي كان مختطفا السيد فواز العيطان. إذا شكرا لك أحمد خليفة على هذه المعلومات. شكرا لك، كنت معنا من بنغازي.